بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا كتب الأم بها كل داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام، الكتب التي أنزل الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل إليهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم الكتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، منهم من جميع كتب من سهل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمن جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي المكلم، فهو رسول الله إلى بريته، يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوح فنوح الله الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه ألف سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوه إلى الله، فلما استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعد من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا، منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون، منهم من تبعه جم الغافلين ومنهم من لم يتبعه إلا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط 3 و4 و5، ومنهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه أحد خالفه قومه كله والعياذ بالله.